من هنا بدأت الميليشيا الإنقلابية تنفذ سمومها الفكرية المقيتة التي حولت المكان قبل مرورها منه مرغمة إلى نار ودماء ودمار، ولا زالت شواهدها حتى اليوم تحكي فصولا من القبح المعتق بالطائفية والسلالية من جهة، وقصص من القهر والقتل والجهل والتضليل من جهة أخرى، ولا زال المرور مستمرا. عندما أرادت ميليشيا صالح والحوثي فرض أمر واقع بقوة السلاح على مدينة تعز، استطاعت في بادئ الأمر السيطرة على أحياء ومناطق واسعة تحت تهديد تلك القوة المفرطة. في المقابل برزت للواجهة مناطق وأحياء بدت عصية، فرفضت تواجد الميليشيا جملة وتفصيلا. هذا الرفض المتصاعد أحدث منعطفاً مهماً في مجريات الأحداث، منعطفاً أفسد على الميليشيا توازنها ونشوة انتصارها، لتذهب على إثره إلى إشعال حربها الجنونية بكل هوادة. وفي أكثر من جبهة نالت الأحياء التي تصدرت الواجهة النصيب الأكبر من القتل والتدمير والخراب، وبشكل يفوق مناطق المرور الفعلي كثيراً. الحوثي لا هدف له إلا الدمار، ويرسل رسائل إننا يا أحكمك بالقوة يا أدمرك وأنهيك. يعد جبل الشماسي الواقع في النطاق الإداري لمديرية صالة أول المناطق الرافضة للمشروع والفكر والتواجد الميليشياوي في هذه المدينة. تكمن أهمية هذا الجبل في كونه صمام أمان لها من الناحية الشرقية، فهو يطل بشكل مباشر على حي الزهراء ومعسكر قوات الأمن الخاصة ومنطقة كلابة وعمق المناطق الممتدة حتى الحوبان شرقا، إضافة إلى محاذاته بشكل متوازن لمعسكر التشريفات والقصر الجمهوري جنوبا ومنطقة الحرير في الشمال الشرقي، ومن الغرب الامتداد الأوسع لعمق المدينة. لذا لم يكن أمام الميليشيا من خيار سوى إسقاطه. يعتبر جبل الشماسي مطل على الأمن المركزي وعلى سوفتيل وعلى السلال. تبرز الاستراتيجية من حيث مدنيا وعسكريا بنفس الوقت. هذا الحي من أول اللحظات أشد المعارك حصلت في هذا الحي. الله ينتقم منا مهما يلبهم، الله ينتقمه وينتقم ذريته. إحنا ندعي له نقول الله يجعل له مصيبه صوبة، الله يحرقهم بسيفه إن شاء الله. أما إحنا بجهدنا يا بني منعمل ولا معنا شيء، ما معنا إلا الله. ولما هذا الحي حي سكني، ليس حيا عسكري وليس لا ولا علاقة لهم بأي جانب عسكري، مواطنين آمنين. فترى حجم الخراب والدم الذي حل بهذا الحي، لا يخفى عليك الشارع هذا الآن يعتبر الصباح الآن، وقدم الظهر والشارع فاضي. يعني ليش يعني ما مش قادرين يعودوا حتى المواطنين بيوتهم نازلة حتى الآن تضرب، حتى اللحظة هذه قبل قليل يضرب. على مدى 4 سنوات وميليشيا الانقلاب تحاول بكل ما أوتيت من قوة السيطرة على جبل الشماسي، لكنه ظل أمام المحاولات المتكررة وشبه اليومية عصيا على السقوط حتى اليوم. في المقابل دفع السكان القاطنون فيه الثمن باهظا من الأرواح والممتلكات، لا سيما
أولئك الذين أجبرتهم الظروف على البقاء أو العائدون إليه من نزوحهم. هم يضربوا بدبابات، بمدفع، بهوزر، أعدموا البيوت، أعدموا الناس جمعة. 80 نفر مدري 90 نفر اللي قام من حاف هذه ماتي من غير الجرحى. هي كيف نعمل؟ إني ولي إني سرح بأعمارنا، إنجزعنا ما باش مو يغطينا وإنجسينا فجايع كل يوم، فجايع ضرب قنص. السقف هذاك اللي جنب بيت حقين ما باش يوم واحد اللي ما تخرجش من فوق 10، وهم يقنصوا علينا من أمن المركزي، من سوفتيل، من مدى مقال من عند قصر الشعب. أنا سافرت بالمرة والقبر حقي، أول ما عندنا كردونا من القرية، يعني مش تحملك أخوك وأخوك ما تحملكش. طيب بعدين رحت عند بلما تقرا في شهر أنا والقبر حقي، وبعدين لقيته وصلت البيت أهله بالقبيطة، ولقيته بعدين أسكن بيتي، ما رضي في جليس. بيتك شفال ما شيت. تاكل تشرب ما تاكلش ما تشربش انت حر، لكن بتنسى بتتكش تحرك. بعد ما سيب بيت اليمين تدري انهم عرضوا علينا عرض هنا الايام الاخيره، يعني تقريبا مر 4 شهور أو 5 شهور انه شدوا لنا ايجار بيوت وشدوا لنا هذا. من بعد ما خرجوا حاره الزهره، حاره الفتح، لا غاز لا ماء لا دقيق، لا معنا حاجه الله ولا معنا شيء. قانا زوح جلسوك 5 شهور بقاعدة، رجعوك مثل كلبا ممسودة، ما أسوكش مؤكل. قاني عنده أختي وبنتين، بزوك نفسي يقول كحي ولا موت عيالي، يلا ارجعوا. والبقالة كان مفتوحة هنا، جاءنا قادمر كل شيء، خرب كل حاجة، بزينا ولا قمامة، شعوضنا أرحم الراحمين. توقفت تماما الحياة في هذا الحي، ولم يبقى في هذا الحي إلا من اضطر إلى أن يعيش، بحيث أنه لا يستطيع أن يستأجر أو ينتقل إلى مكان آخر، فاضطروا الى ان يسكنوا في البدرومات، لان الحي هذا مواجه للسوفتيل وللسلال وكذلك للامن المركزي. ما لفت انتباهنا ونحن نتعقب حجم المأساة التي الحقتها ميليشيا صالح والحوثي في جبل الشماسي، كثافة خزانات المياه التالفة بفعل شظايا القذائف ورصاصات القناصين، أمر خلق لدى السكان أزمة مياه خانقة ولا زالوا يعانون تبعاتها حتى اليوم. خزانة طبعا هذه كانت بالسطوح، بس لما القناص استهدف الخزانات حق المياه عشان الشرب تخزقت، ما عرفش منها فائدة للماء. تأمل كيف الدنيا، كيف العمر، التوانك، البيوت، الغرف كسروا علينا، ما عسيناش مقل نوفر لنا تانكي ماء. توجه آخر ذهب إليه السكان في هذا الجبل تمثل من الاستفادة من العدد الكبير لخزانات المياه التالفة ووضعها على فتحات الأزقة بين البنايات لحجب رؤية قناصي الميليشيا المتمركزين على تخوم حدوده الشرقية والجنوبية الشرقية. نزلوها الناس لأصغر لتحمي أرواحهم من قنص إيش؟ القناص لتحجب رؤية القناص عنهم، ففعلوها في هذه الأماكن حاجز من أجل المرور. اقتنص هذاك عبد الرحمن، أحمد عبد الرحمن، هشام بن عبد القاسم بن هذا رعي الزهرة، 3 بنات قبل العام بعيد رمضان خوات يدخلنان على رجلهن يقنصوا أرجل حقن. هذا اللي قاشفكم 5 من غير اللي يطلعون من الزهرة على جنب بيت حقي. هذا نخرج من السرق من وراء هم، بعدنا بالرصاص بالضغط، ولد جو في يومه يقتلمه يقتل. كان يوم يوم واحد وانا برمضان والله 3 انفار، 2 رجال وامرأة، وانا قاسون على قاسون اقول اجري يا مرجع لا تظهر شوف دي مو ما افتهم لهمش. ولو جاء هناك واحد قصروا جاته هذين كذا 3، والثاني قصروا جاته من هذه الجهه 3 كذا، هذا واحد كذا واحد كذا، واحد منهم عمسي واحد منهم غبري. ابني قنصوا تحت الساحه، كسروا رجله مين عفوا ولا الركبه، واسعفنوا لمستشفى الروضه، عملوا له 4 عمليات ما نجحنش. رجعنا للصفه
عملوا له عملية أشكل أقتف هذاك قيح قليل، طلعنا لصنعاء أبعدوا له عكوته ورقعوا وما نجحش، رجع عمل عكن أبوه طلعنا مصر، عملوا له ظنوا 16 عملية بداخل مصر من غير هذو 4 5 ليان نونا، والحمد لله لو الحمد الحين معه ركبته، يا يفكي يا يعملوا له باللوزر، أعيد اللي كله يبعدوا الصفايح، بدؤوا بعدوا حدايد ورجعوا بعدوا الصفايح اللي كانوا من داخل، الحين كذا مثل التل، الحين مع الركبة حقه له سنتين ما قدرش يمد رجله، ما يقوم له على عصا ورجع على عصا. أما القنص لا لا، القنص لا بدون حرج. أنزل الشارع الفرعي هذا اللي تحت بيتنا شارع حجر، كان يوم اثنين ثلاثة، يوم اثنين ثلاثة هكذا قنص، يعني مليان القنص مليان، اللي تجي له بالرأس واللي تجي له بالرجل، اللي ما اشهدوا ناس كثير بالقنص، لكن ما نعمل. القناص يعني هو جالس متمركز بمحله، وهذا جالس على طريق عابر سبيل، ما في طريقه، جالس له بالرأس، جالس له بالظهر، جالس له بالرجل هكذا. بالرغم من هذا التوجه المتواضع من قبل السكان، إلا أنه لم يصمد أمام القذائف الكبيرة التي اتخذتها ميليشيا الإنقلاب كخيار تصعيدي أكبر لإجبار السكان على المغادرة وترك المكان، خيار أدى إلى إحداث ضرر واسع في الممتلكات والأرواح. على المواطنين من ويلات المدفعية والصواريخ وخاصة الهاونات، كانت تقيل عندنا الهون، كانت تقيل عندنا الهوزار، كانت تقيل عندنا مضاد الطيران، كانت تقيل عندنا جيشنا الملك بيت يفعلوا بين ثلاث بيستغفع عني من هذا الهون، خلوا لي كنت أقول ما شندش ما نخش خش 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 ما نزلش، يعني كنت أقول ما فيش المطار، نزلت المطار كلته ركضوا أصلحها وكسيار كذا من ما في شراخ وهذا من موقعين وصلح مكان يكون آخري. معابه يا ابني غير هذا إلا ستر من الله، دخل لي من غرفة لا غرفة وخرج له سقف جاري، صبرها صبر ساعة موي على دي، إيش هذا؟ عبد الله أحد المتضررين، كان ضحية لشظايا قذيفة الميليشيا أصابته بجوار منزله وأدت إلى إعاقته إعاقة دائمة. كنت أول في بداية الشارع، عشت في بيت في بداية الشارع، بعدين البيت تأثرت يعني من الضرب هذا، انتقلت في لهنا خطنات ما بش أحد ساكن، كان قد السموك الحوثة كامل من هنا، فلهذا قلت أنه بغامر بجوهالي بسكون، سكنت في المنطقة هذه. الله يوصلين الهون، يوصل هون، يوصل هوزار، يوصل من هذا الإربي يعني بوازي كاتوشات، توصل كله يوصلين عندنا، العمار اللي فوقنا تشوفها من خلال كامل متقدقت، اللي قدامنا اللي هنا بس وادي برضو العمارة يعني لا فوق للسطح. يوم من الأيام هنا البلترة الأخيرة هذه خرجت بشرح الشارع بروح أجيب لي مقاضي للبيت، أرض القذيفة إلى عرض العمارة هذه وأنا جازة وتدقنا في الرجل وما كسرت الرجل عليها، تصوب برضو واحد ثاني جنبي بهنا ثنتين شظايا هنا بالكتف، الآن ما قدرش أوقف أنا على رجلي كده أمشي، ما قدرش أمشي، فهذا يعني كلفت هذه العملية إلى تقريبا إلى 500 وشوية يعني كلها على حسابي، يعني أسأل من الله إنه يرجعها عادتها على أساس إني أقوم أشتغل على أطفالي. قصص أخرى وحكايات ألم مضاعف مارسته ميليشيا الإنقلاب في جبل الشماسي، حاولنا الاقتراب والتعمق في تفاصيلها، لكننا صدمنا بتواري الكثير من أصحاب القصص عن الأنظار، معللين ذلك بالوضع المقلق الذي لا زال يحيط بهم، خاصة وأن تمركز عناصر الميليشيا على مرمى حجر منهم، لكننا نجحنا في اقتناص بعض النماذج للمئات من الشواهد. شمتوا وعذروا اللي يقتنص لا ردوه، واللي يموت لا بقوه، وبيوت الدهثري
اني جيب اعمارنا اذيب الشارع علي ما تنثنت النسوة ومقنصوهن من غير الجوال. كم شا عد لك يا ابني كم شا خلي لك لو اقرأ واكتوب انني شا صور وسجل. لكن الحمد لله على مد النور رضي. القذيفة هذه جاءت فكت نزلت السقف وهدمت الجدران كله. الجدران حق الشقة كامل. ثلاث غرف وحمامين ومطبخ. وبعد ذلك جاءت القذيفة الثانية. اللي هذوها اللي هذه هي. ما حد داري هي هوزر ولا ما حد داري ايش من قذيفة. ثانيا جاءت القذيفة الثالثة في السقف. شالت البراميل عليه كامل. ستة براميل. ونزل البلاطة اللي فوق لا تحت حق السقف. أنا من جملة المواطنين فقدت الكثير. فقدت ابني الشاب اليافع، يعني فجأة أبلغ ابن قنص وأنا في المنزل يعني جنبه مش بعيد عن قنص. قالوا وهو مغمر الشارع هذا نزل بحق الدراجة النارية، أتى إلى أمام المنزل وقف الدراجة النارية، طلب من أمه يعني قاوع رغيف سندويتش يأكله، فأخذ السندويتش في يده ومر يأكله وقطع الشارع إلى هنا ليسمع حز ملاؤه، فإذا بالقناص يباشره بطلقة مباشرة دخلت له من الكتف ثم اخترقت هذا اليد هكذا وكسرت العظمة ثم دخلت من هنا على الصدر وخرجت من هنا فاستشهد رحمه الله تعالى. مع تسع بنات والولد العاشر صاير اكتسر الفخ حقه من هنا، اكتسر فخذه من هنا، جاء يهرب من القناص من الفكة هذه اللي عند الجولة اللي جاكم منه. القناص يضرب وجاي يجري واكتسر الفخ حقه. ابني بالجرح هذا الحين لو من أول حرب، زوجي مات واني عندي 10 واحفادي 6، وش انتقم منه الباري حوثي هذا؟ ولا لو حق محاربه يحارب بلاده، مو نزلت ابوه من هناك لهنا. فرحين لتعز ما يشتل تعز، ايش عمل يا بهم تعز؟ مو اردوا من تعز، نشتني عرف ليش يحبوا تعز بس يشتوا يدمريه. كيلو متر واحد تقريباً هي أقصى مسافة تفصل بين ميليشيا صالح والحوثي وسكان جبل الشماسي. هذه المفردة جعلت حدة الرعب والخوف والقلق تسيطر على المكان بشكل أكبر. عايشنا تفاصيل الرعب بكل صوره حين ذهبنا لتوثيق حجم الدمار والخراب فيه من زاوية جديدة، زاوية جعلتنا أمام قناصي الميليشيا. وبالرغم من خطورة المهمة لكننا ظفرنا بتفاصيل جديدة لدمار مختلف وقصص إنسانية جديدة. تجسد واقع الحياة بهذا الجبل بكل تفاصيله ومن مختلف الزوايا. قال هنا الأيمن شباب، وبعدين صيحوا لي وأنا جالس في البيت، خرجت وقرس المقابلة هنا كانت التوانيك ما نجر لهم صوروا. بعد زيتوا في النهاية لهم صوروا، قلت لهم لا تصوروش لأنه أصبح خلاص استرنهم كل يوم التقينهم، ما ندخلهم قاتلا نخرجهم قاتلا من جولة القصر. بعدين خرجت بعد يوم هناك كذا أجي وأشوفهم هناك، وفي واحد قال لي أنت ظهرت مقابلة أنت، قلت له ما ظهرت مو في خلق الرحمن الرحيم إلا أنا. وساعد مشيت ضحكتوا هو أنت الدحافي أنت الكفرة أنت مدري إيش يسبري يبغى خطل هذا كبير يطير بهم على قدر الشارع مع القاتل مع كل شيء. وإذا تقلبوا لك بعدين تقول في الساعة الذر فوق العظام. كان واحد برس البندق، واحد بقفل البندق، واحد بهذا، واحد بهذا، والمهم برضه كنت دافع راسي. قلت تتع حرمة عقوزها كذا وثنت النساء. يفرعوا مني. من بعد ما يفرعوا مني أجي واحد صاحب دباب معه حافلة، هذا معه حافلة اسمه كان يبيع قصب في سوق الشباط. أهلاً بالطول حيك الله بدون يرقم بين الكراسي. أنا مرتبط تدري كم؟ أزيد من شهر، الحين ما هو أزيد من شهر، أزيد من مرة قلت لك بحدود شهرين. لأنه قصر شايب. جاء واحد يعني تفقد منزله.
يتفقد المنزل حقه شائب، طلع للسطح أصيبه بقناص، ما حد داري أهل النور راح المنزل، فجلس ما لم يجدوا من جسده شيء لما جاءوا، لأنه قد تحلل، جلس فترة طويل والناس يبحثوا عنه أين ضايع، بلغوا الأقسام، بلغوا جميع الأماكن، لم يجدوا، ما مش عارف إنه نزل بيته، فلما جاءوا معه وجدوا له هيكل عظمي، انتهى كله بعد فترة طويل. كانوا يوقفوا الناس اللي يخلونك تدخل مع يخلونك تخرج. تملك النساء لحالهم ورجال لحالهم ويشمتوا بهم شمات، مرة واحد ضربوا واحدة قدامي مكان معي دبغات. وبدهمون كذا تقال لذلك على ذلك وزادت انت الزبط. الوقع وقع عام. ليس وقع خاص. الوقع أصيبت المدينة، أصيب الحي، أصيب الكل بهذه الأوقاع. هذه حرب لم تبقي ولم تذر أحد إلا وأوقعت. يقول ايش يتحدوا ويطلعوا الشماسين؟ ما احنا ايش بقر؟ حتى احنا حيوانات مش نخليهم. والله لن يدي بقطع جلودنا الى قاضعوا الرجال حقنا وماتوا. شن نعمل بجادنا؟ اما احنا شن على قولهم نخرج، ما احنا خارجين. مش اخرج الا على ظهري. الى موتك لا رد لي سفره. اما ودر وطني ودر بيتي مش اقزعش.